مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير حلى النسكويك البارد. عنا كوب ونص حليب بالطنجرة، 4 معالق طعام نسكويك، 2 معالق طعام سكر، 3 معالق طعام مليانين نشا، كوب حليب وبسكويت. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط النسكويك فوق الحليب اللي بالطنجرة، كمان بحط 2 معالق طعام نشا، بحركن تحريك مستمر على الغاز. بس اشتد المزيج بهيدا الشكل. هلا بنكفي الطريقة مع بعض. بحط نص الكمية بالصينية، بمدن اكيد نفس المستوى. هلا بحط عليهم بسكوت، بحطن على جنب. بدنا نعمل مع بعض الطبقة التانية. بحط كوب الحليب، كمان السكر والنشا، اكيد بحركهم مع بعض على الغاز ليشتد المزيج. بس اشتد المزيج بهيدا الشكل، هلا بنحطهم على البسكويت. بسم الله. هلا بحط طبقة من البسكوت. هذه الطبقة اللي عنا سكويك بسخنها بس شوي لأقدر مدها على البسكويت. بحط النسكويك على البسكوت، بمدن نفس المستوى، بحطن على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة، وبرجع بحطهم بالبراد أقل شي ساعة. هيدي الحلوة بعد ما حطيتها ساعة بالبراد. هلا بدنا نرش عليها شوكولا. أكيد الزينة حسب الرغبة. لنشوف مع بعض كيف طلعت الحلو. بسم الله. حلو كتير سهل وسريعة، وبتتحضر بخلال 5 دقايق تقريبا. واو، هيدا الشكل النهائي. هيدا الحلو اللي عملتها انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.